عد المواطنون حالة الاهتمام بمستوى خدمات البلدية لمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين في بعض طرقها وحدائقها القريبة من مقرات إدارة الحكومة المحلية فقط، مقابل ترك الأحياء والأزقة وحرمانها من هذه الخدمات من خلال تجمع النفايات وإهمال المناطق الخضراء وعدم اتباع الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتجاوزين على هذه المناطق. هو حالة من عدم الالتزام بالوعود التي أطلقتها بلدية تكريت للمواطنين الذين كانوا يتأملون أن تصل الخدمات والأعمال التطويرية إلى حد عتبة الدار دون تباين ومظاهر خارجية فقط. من نجي نقيم أعمال البلدية نراها تكون أشبه بمشي السلحفات في مدينة تكريت. ليش؟ لأن هي عبارة عن ترقيع هنا وهناك. تكريت تحتاج إلى حملة كبيرة جدا وإمكانيات كبيرة جدا، لأن مخلفات الماضي سببت بوجود يعني مناطق تكاد تكون يعني مهملة جدا، يعني الأعمال البلدية بها تكاد تكون صفر. يعني لو نجي إلى مدخل تكريت سواء من منطقة كركوك أو منطقة شيشين أو منطقة نجي من الموصل، يعني رأسا يكتئب قلبك من المنظر مالها، من الأوساخ، من الأنقاض، من كل شيء. أما بالنسبة للشوارع، شوارع تكريت بصراحة منها المحفر ومنها المكامل ومنها نص ونص، وأقول لك سياراتنا إحنا تعبانة حيل، والله وقعت الصدر الصدور مال سيارتنا وقعت الله وكلاية. الحدائق موجودة بس على نطاق قليل جدا، لم تكن كافية. يعني أنا رحت عدة مرات زخم يصير زحمة، يعني بصراحة. المواطن هو يريد راحته، واحنا ما نريد نرهق قلت مثلا الحكومه المحليه او الحكومه الاتحاديه، ولكن حسب الكفايه. يعني مثل ما نقول على الاقل الانسان يستمتع من حقه الشرعي ان يمشي بشارع نظيف، شارع مبلط، حديقه تزهو يعني مسيجه. الإهمال الكبير والملحوظ للخدمات داخل الأحياء والأزقة في تكريت تلخص في تراكم النفايات في الأماكن العامة واستغلال الأراضي الخضراء وعدم الاهتمام بها وترك الطرق المتهالكة القديمة على حالها التي لم يصلها أي تبليط منذ سنوات، جعل الأهالي يناشدون حكومة المحافظة إلى محاسبة المقصرين الذين يعيقون تطور المدينة والارتقاء بخدماتها. احنا من نجي نحكي ونقول المدينة، مدينة ما تغير بها شيء من بعد التحرير ولحد هسه. احنا أول ما جينا نظفناه على يدنا، وبجهود الطيبين الخيرين المنطقة الشباب عاوننا بعضنا في سبيل الدولة. كانت بداية انه تحرير وامكانية ماكو، الامكانية هسه موجودة. المحافظ ده ينزل اللي انزل مستوى، المفروض ما ينزل اي شيء. محافظ يعطي تعليمات، محافظ نزل مستوى بمكان مدير بلدية، بمكان قيم مقام، وبمكان ده يتابع. رجل مشكور. احنا عندنا حدائق متروكة صارت خصوصية، كل من قراجة، كل من حدائقة، كل من غنمة، وهي بينما هي خضراء. مطالبات كثيرة رفعها المواطنين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات تعد حقوقا عامة من الواجب توفيرها، مقدمين استعدادهم التام وتعاونهم مع كل الجهات من أجل تحقيقها. ياسر عدنان، قناة صلاح الدين الفضائية، تكريت.